سيدنا الوليد بن عبد الملك هدم أحد الكنائس، فكتب إليه ملك الروم وقال له: يا إمام، إزاي أنت هدمت كنيسة؟ والدك عبد الملك ابن مروان كان شايف أنه يسيبها أفضل من أنه يهدها، فلو والدك كان صح فما عذره، ولو كان والدك غلط فقد أخطأ. فرد عليه الوليد لعبد الملك وقال له: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. والسلام عليكم.